بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله لسه بنكمل مع الكوليكشن، بس المرة دي عايزين نتكلم على إيه؟ إزاي نعمل على الكوليكشن سواء كان ست ولا ليست ولا ماب، إزاي نعمل على عمليات أساسية مشهورة اللي هي الفلترنج، إزاي أفلتر في ماب معينة أو في ليستة معينة أو في كوليكشن معين، إزاي نعمل أسوشيشن أو أسوشيتد نربط قيم معينة معاه، وإزاي نعمل عليه ماب. هنشوف الفرق ما بينهم وايه كل واحده. انا هعمل طبعا عشان اقدر اجرب، هعمل امبس ودي لسته فيها كحيل صبور عادل، ماشي، وابدا اشتغل عليها بالعمليات الاساسيه اللي انا اتكلمت عليها. اول واحده هنجربها ان شاء الله اللي هي الفلترنج، ازاي افلتر الداتا اللي موجوده، اعمل عليها كونديشن يعني بحيث ان ما يجيليش غير الايه، غير يجي لي لسته جديده بس لسته مكونه من الايه، مكونه من النتائج اللي طبقت الكونديشن اللي انا حطيته. فعملت لونج ذان فور، ودي بالنسبه لي كانت امبس امبس، ودي كانت بالنسبه لي نيو ليست، واقول له ايه امبس دوت. عندي طبعا جيت ولا اندكس اوف والكلام ده جربنا منه كتير، واللاست ولاست اندكس والكلام ده كله متهيألي كل اغلبهم بصنا عليهم، والباقي هيبقى مفهوم بالنسبه لك يعني تقدر تبص عليه. في فاين، في فلتر، في فلتر هقول له ايه، انا عايز اعمل فلتر على الامبس، واحط هنا ايه طبعا بتوازي بتساوي الفاليو او بتساوي الايتم اللي انا شغال عليه. فاقول له مثلا ايت دوت لينث، يعني الايتم اللي انا شغال عليه لازم يكون لارج ذان 4. طبعا كحيل وصبور الاثنين لارج ذان 4 عادل، لا. فلو جينا نطبع لونج ذان هتبقى بالنسبه لي دي جديده، دي عباره عن لسته جديده ما فيهاش عادل، ده خلاص استبعد لانه ايت طبعا الفاليو فراحت ما انطبقتش. طبعا طلع لي كحيل وصبور زي ما احنا شايفين عادل ايه استبعد، لان الايه الكونديشن ما انطبقش عليه، لان انا بقول ايت دوت لينث، والايت بالنسبه لنا زي ما احنا عارفين واخدنا قبل كده اللي هي بتعود على الايه، على الايتم اللي موجود في الليست او في الكوليكشن. مابنج، عمليه المابنج في منها اشكال كتير، هناخد اهم شكلين بالنسبه لنا. الماب ذات نفسها واقول لك دي بتعمل ايه، الامبس دوت ماب. الماب هنا بالنسبه لي برضو اقدر احط عليها كونديشنز زي ما انا عايز، بس في عندي في ماب اندكس دي هنشوفها كمان شويه. الماب دي ان انا عايز يعني ادمج حاجه او اطلع نتيجه معينه على كل ايتم، فانا قلت له النيم وكولون وايت وسبيس ايت، فكده انا عايز اعمل ايه، يطلع لي كوليكشن جديد بس كل القيمه بتاعته عباره عن ايه، قيمه جديده هي عباره عن نيم وكولون وسبيس والقيمه اللي كانت مخزنه بالاصل. فهمتوا الفكره؟ هنشوفها دلوقتي مع بعض. اما الماب اندكسد، الماب اندكسد هنا كل ميزتها ان انا بقدر اتعامل مع الاندكس والفاليو، يعني كحيل 0 صبور 1 على الاثنين واقدر العب. فتلاحظوا ان انا عملت ماب اندكسد وتبعت الاندكس كوما والفاليو، واقوم عامل ايه الارو فانكشن بتاعتي على اساس دول، يعني اكنك بالظبط عملت فانكشن ان الاندكس والفاليو دول تو بارامترز او تو انبوتس، والسهم بتاعنا كده ده هتبقى البادي بتاع الايه، البادي بتاع الفانكشن بتاعتي. البادي بتاع الفانكشن بتاعتي كلمه امبس ليترال، وقوس افتحه وقوس اقفله دول ليترال عادي، يعني التكست هينزل زي ما هو، بس عايز احط في ما بين القوسين الاندكس ذات نفسه اللي هو انا اخدته من بره كبارامتر مبعوث، هنزله بس سطر عشان تبقى متشافه احسن، بتساوي تنزل زي ما هي ليترال، وبعد كده احط الايه الفاليو بتاعتنا، بس طلع ايرور عشان المفروض مش قوس مدور، يبقى قوس زي ايه، قوس اللي هو ايه كيرلي بريسز او كيرلي بريس اللي هو ده خلاص. فقلت له امبس والاندكس وبتساوي دي ثابته، وبعدها الفاليو بتاعتي الفاريبل بتاعي خلاص كده. طيب لو جينا جربنا كده طبعا هيطلع لي بقى بالايه بالشكل الجديد امبس والقوسين اهو. تعال نشوف الاولانيه اللي هي الماب، خلينا في الاول في الاندكس ماب، قال لي امبس والقوسين وزيرو دي الاندكس وبيساوي كحيل دي الفاليو، كوما الامبس و1 واللي بتساوي صبور والامبس دو 2 وتساوي عادل وهكذا. النيم بقى قال لي نيم وكولون وسبيس وكحيل، النيم وكولون وسبيس وصبور، النيم وكولون وسبيس وايه وعادل. دي كانت الايه المابنج. توقع لينا الاسوسيشن او الاسوسيشن اللي هي ادمج مع حاجه، في اسوسييت ويز، اسوسييت ويز اللي هي يعني اربط النتيجه مع حاجه، وفي انواع تانية كتير برضو. انا هبقى عامل برنت على طول يعني مش هحط جوه فاريبل ومن فاريبل اطبع، يعني هطبع على طول. هتلاقوا ايه اسوشيتد باي او اسوشيت باي واسوشيت ويز واسوشيت باي 2 واسوشيت مش عارف ويز 2. انا هجرب نوع واحده ليه، الاسوشيت ويز، اسوشيت ويز يعني عايز ادمجها مع،
فاقول له ايه انت طبعا الايت هتطلع كنتيجه وادمجها معاها اللينس واخليها اسوشيتد مع الايه مع اللينس. طبعا ممكن نشتغل اي شغل تاني لكن كده هو هيطلع الاسم واللينس اهو زي ما احنا شايفين كده. قال لي كحيل واللينس 6 لينس 6 اللي هي ايه ال اي اي ادي 3 والاتش والاي والكي ادي 3 يعني 6 وهكذا عادل 4 والى اخره. فكده بقى باسوشيت الايه الفاليو مع اللينس زي ما احنا طلبنا. دي كانت فكره الفلترنج والمابنج والاسوشيشن.